بتعبر عن حالات الفرح والحزن؟ هلا طبعا كل فرد يعني في له يعني تعبير خاص فيه. انا ممكن اذا كنت زعلان يمكن مثلا انه يعني ادخل على الغرفه لحالي مثلا. وطبعا الفرح يمكن يعني بيشمل الكل، يعني بدي اكون مع الجماعه. اذا بدي اعبر عن فرحي ببيتي انا مثلا، مع اولادي، مع زوجي، مع بعمل لهم مثلا شغله بحبوها، بكون مثلا ابدا ممنوعه، وبنطلع محل مثلا. واذا متضايقه بعمل هيك لحالي، بحصر حصر، ما بحب حدا يشوفني مزعوجه ولا اتبادل مع حدا، حتى لا اذي بالكلام ولا يعني اخلق هيك هالموقف السيء. يعني ممكن بعد فترة انا انه تروح حالة الزعل من عندي وبصير احسن. هلا اذا مبسوطة انا والله ممكن ارقص واذا زعلانة بروح بحكي، يعني بطلع مشوار بشوف رفقاتي هيك. بالحزن يعني ممكن اطلع مشوار برا الضيعان هيك، ناخذ الشباب ونطلع. بالفرح والله ليك ما بيعرف الواحد احيانا ساعة الفرح كيف تجي، بيضحكوا ما يمشي، يعني ممكن يعمل نكتة مع اي بالصدفة هيك. لا بطلع من البيت وبشرب فنجان قهوة، ما بتفشش بحدا. ايه طيب واذا كنت مبسوط؟ مبسوط تم ضحكتي على وشي، يعني ما مبسوط العادي. إذا كنت مبسوط يا روحي بحاول اندمج مع أسرتي وأولادي مشان أعطيهم شوية طاقة فرح. إذا كنت زعلان بخلد إلى غرفتي على هالنت. هلا بحالة الفرح ما بعرف والله، يعني بضل فرحانة. بحالة الحزن بطلع برا البيت مشوار، بروح مشان أنسى كل شيء. أنا لما بكون مبسوطة بطلع مشوار بغير جو كذا، أني هيك بحس الدنيا هيك مبسوطة معي. لما بحزن لا بضل بغرفتي. أنا الحزن إنه بزعل بس لأنه مو كتير، يعني عادي. وقت اللي بزعل أكتر شيء أنا بكتب، وقت اللي بكون معصبة أو كذا عمال لا بجيب ورقة وبكتب عليا. بحالة الفرح إنه هيك بس يعني بطلع مشاوير كذا عمال، ما أكتر ولا أقل. لا هلا والله كونه أنا إنسان وحيد فبعبر لحالي، بحزن لحالي وبفرح لحالي. كون مبسوطة بطلع بفوت بقعد مع أهلي، ما بعرف أي شيء، كمان بقعد مع أهلي برتاح. والله ليكي عجهة بالنسبة لإلي عادي، يعني إنه بضل صعيني، ما إنه بعبر بشكل فوضوي مثلا. والله كمان يعني من الصحة أو من الصوابي إنه الإنسان في الحياة بده يتعرض للعسر ولليسر، يعني يتعرض مثلا للفرح للسرور، يتعرض للضيق للفرج. هي تركيبة الحياة، هي تركيبة الإنسان، شايف كيف؟ والإنسان هو عبارة عن مشاعر، له صخر، له شايف كيف، فممكن هو يتفاعل معه ويتمازج معه، والخلفية الموجودة عنده بتعكس الشيء هذا.